السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شنو الناس سولتهم؟ شكون؟ هذوك الناس اللي في معانا غيشوفوا الكومونتير. كي بانوا لي وكان بانوا لي؟ بانوا ليهم دابا من هنا العشية بانوا ليهم. نعم الخوت السلام. يشوفونا مباشرة. وقلنا لك غيشوفونا. بحال كوين؟ وغيشوفونا. بغيت لك مصيبة غيشوف. واخا خاين نهار هذا. قال لك ما قارياش غندير لي هذا. ما عليناش. خوت السلام عليكم، كي دايرين؟ هانين مهنين، مبروك عليكم هذا النهار اللي هو السبت، نهار زوين، وصبحت فيه واحد الشتيوة البارح، اللهم بارك وزيد في ذلك، وتحياتي ليكم من هذا المنبر، وكنشكروا الناس زوينة، الناس اللي متبعة الكوبل، وشعيب الزوجة ديالو ليا بوشرة، دابا ملقبة بالزوجة، وأنا ملقب بالشعيبات، ولكن درنا نهار درنا دخلنا للسوشيال ميديا قلبنا ميموار. وتحية الناس اللي كتحبنا لوجه الله، وتحية الناس اللي عندها دوفاس ما عندنا ما نديرو بيها، اللي عندها جوج جوجو ما عندنا ما نديرو بيك. حنا كنبغيو الناس اللي كيحبونا لوجه الله، والناس اللي كيبغيونا لوجه الله. وشوف الفيديو ولا شتيه بارطاجيه، وكنشكركم. اي فيديو ديالنا حطيناه تفرجت الاخر، راه ربما ما يعجبكش في الاول، ولكن في الاخر راه كيعجبك. ربما هذا الفيديو حنا كنهضروا فيه حنا غنخلقوه معكم هنا، وغتسمحوا لينا غتشاركوا معنا واحد الغداء اللي هو بسيط ورخيص، بسيط ورخيص. تحيه الراجل ومراه، تحيه المراه ولدها، تحيه الراجل ومرته. هذا الغداء رخيص. شنو هو؟ ها اللهم بارك. شو هذا غداء رخيص؟ ها شو اومليطه، يا سلام. هاد اومليطه باش مخضره، فيها ربعات البيضات، ربعات البيضات. نتوما عندكم البيض غالي شويه، كيتباع ب 30 ولا ما الا كان ب 40 عندكم ربعات البيضات 160، الا كان ب 30 عندكم ربعات البيضات 120. حنا دابا البيضات فابور، قول عاطي. لا 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 خاصتي من البيضات هنا، حنت عطاك بيضات وتتحامل فابور. واخا ندوي مع الناس، حنا غندوي. ها صدق 60 ريال ديال البيض. اسمعوا هيا تاكل معايا و 60. سمعوا دابا انا غنعطيكم غير هذا اقتصاد لخوتي خواتاتي و تزكي. ايه درتي الخبزه دابا الاقتصاد، بغيت نعطي لاختي اختي وخويا تزكي. ايه فوقكم دار لي المبلطه. دابا سمعوا والله ما خلاني نكمل القصه. والله دابا هذا غدر، هذا غدر ديال البساطه ديال الدراوش وديال الشباعي، ماشي ديال الدراوش، ديال اي واحد عنده الفلوس واي واحد ما عندوش الفلوس. هذا وصحي، فيه بصله كبيره وماطيشه كبيره وتزكي. غنقسمو وتتقسمو، حنا سنقسمو هنا زكي. غنضرب غتحاول مني غتاكل كثر مني. واخا نكملو ليهم. دابا هذا فيه بصله كبيره وفيه ماطيشه كبيره وفيه نص فلفله، ديك الحمراء ولا خضراء ولا كيما كان، نص فلفله وشوي ديال البزار وشوي ديال التحميره وسكين جبير والملحق وثلاثه الدريسه ديال الثومه. هذا ثلاثه الدريسه ديال الثومه، هي قسماته. شوف هذا بصيح، هذا الحجم كامل بشحال؟ نبدا بالله، هذا الحجم كامل بشحال؟ ب 10 دراهم. 10 دراهم غنتغدى انا والزوجه وغنشبعوا. اما احسن 10 دراهم والخبز، تقدر تشري خبزه، الخبزه ما حسبتوش. خبز غتشري خبزه بجوج دراهم ولا درهم ولا شو تاش غتاكل، الله يسهل عليك. هذا رخيص ديال الدراوش، ربما تشاد مول القهوه وقولي طيب لك بحال هذا، وحسبها في دماغك، غتخلصي جوج دراهم ولا ثلاثه دراهم ديال الطياب ديالو، ومغدي احسن غدا. كاين اللي غتمشي مثلا انت عندك الفلوس مسك لك الله بخير، ما خاصك تا خير، كتمشي القهوه وتيعب لا ميت بالجوع كولي، كتمشي القهوه كتدخل كتشد كرسي كتريح تا ومرتك ولا تا وليداتك، كيحطوا لك واحد الزفايطه بحال هكا، زفايطه بحال هكا في طبيصين، يحطوا لك فليفله مشويه ولا حوته ما عرفت كي دايره، كيقول لك 7000 ريال. ويلي لا 7000 ريال، حاسبين عليك الدس اللي غتعبط فيه، حاسبينو عليك. هذه قهوه، تحيه للمي القهوه اللي ما كنعرف، حاسبين عليك الدس اللي غتعفط فوق ومحسوب عليك البركه طليتي معاك ترميز لك 7000 ريال. كاين اللي مشى مثلا كان واحد شويه الشحمه ولا كوطليط ولا شحال غياكلو، والله الا كاين كاين بعض القهاوي كيقول لك 10000، كتنوض كتخلص 10000، او 10000 اش فيه؟
وما لو حاط لك واحد الزفيطه ديال العدس وصافي كحلتي. غايقول لك اسيدي، غايقول لك اسيدي 4000 ريال كيطيبوك يعني القهوه كيطيبوك. ها وي تا شوها والله ما بقيتي تاكلي حاجه، ما كاين ما احسن اي قهوه دخلتي ليها قولي خويا عندك البيض وماطيشه ديال البيضات الماطيشه تمشي لدارك وكولهم. ها اللهم بارك وبالراد ديالها تاني. يلا قولي لي داك الديسك ديال اللي كنا نقولو قبيله ديال على سبك يا لا ماشي ديال المغرب، لا ماشي ديال المغرب اللي قلنا درك اللي كنا نقولو فيه درك لا سبك يا ولد ما ماشي هذاك ديال المغرب ديال هذا ديال لا اش من ولد ما اللي قلنا درك اللي كنا نقولو فيه درك شنو هو؟ قول لي غنسولك السؤال. بسم الله بابا انا كبر قول لنا الديسك اللي كنا نقولو فيه درك. قلت الغدا جاتو 10 دراهم هذا طالع ب 10 دراهم مسوق غتعطيني 5 دراهم ديالي دابا من هنا من الباي ديالي غادي نقول لك واش غتعطيني 5 دراهم ولا ما عطيتيش 5 دراهم؟ دابا جات 5 دراهم لو كملنا الديسك وانت دابا بارك حامي الغدا فابو الدراري 5 دراهم ولا ما كياخذش الباي ديالو 5 دراهم تحطهم برك. قولي الديسك ديالك كنا نقولو فيه درك ديال ملي كانت معنا الدرجة ديال الفراولة وي ديال حسدوني عليك الناس زوينة فيه. اه سيدي عاودي من الأول. وأنا في عارك يا سيدي يا ربي وأنت يا العالي مول الرجا والرحمة وأنت اللي في بالي وحسدوني عليك الناس وبينا فيهم حزوني بكلامهم الله يهديهم وحدي راسك من النشرة فيهم وفيهم ترى من اليوم اللي ضحك ليك وبراغي يعني عينيك قالوا لي الناس انساها وانا بك ما سقيت كيفاش يمكن انساك وقلبي بغاك وعشت معاك ليالي وسنين طويلة هذا مكتب ليا مسكوا بيديا ويلي عليك الحبيب ها ويلي عليك انت هيا نجوج ويا ما عيقاش بيك وانا الناس وبينا فيهم زدوهني بكلامهم الله يهديهم راسك من النشرة فيهم وفيهم ترى منهم اللي ضحك ليك وباغي عينيك يا ويلي عليك الخماج ها ويلي عليك جاي مجوج وانا ما عايقاش بيك قالوا لي الناس انتهى وانا بك ما سخيت كيفاش يمكن انساك وقلبي بغاك والشكر لكم والشكر لكم وتحيه لكم كبيره ومرحبا بكم واي فيديو شفتوا ديالنا تفرجوا فيه حتى الاخر وكنشكركم حنا وكتبوا لي في الكومنتات تقولوا لي عطيه 100 ريال طاحين على البيضات غاليين الدريات غدا طاح عليك غدا كتبوا الله يرحم والديك علي تفرج غيكتب غيكتب لها في الكومونتير 100 ريال ديالي وكاع ما غنينا على الدريات قلنا لهم غنجبدوا لكم السميات قولي لهم غني علينا يا ولادك ولادك المراه يا ولالا زيني فاطمه يا ولالا وبنت جوده يا ولادك يا ولالا ويزيني رضوان يا ولالا ويزيني سعد يا ولادك ولالا ويزيني عمر ولادك ولادك المرأة ولادك ولاد الحلال وخرجوا رجالا ولادك ولادك ولالا قطعوا البحور ولادك تحية لكم لا شبكي يا المغرب على شبكي لا غادي نخليك ناري لا شبكي يا المغرب علاش تبكي علاش تبكي يا ولد ما علاش تبكي جماع الحبة والبطاطا والماطيشة علاش تبكي يا المغرب علاش تبكي تحية كفوان بالليل هزيت لباس بور غدا نغامر خليت لامي ما كاتبكي ولادي صغار علاش تبكي يا المغرب علاش تبكي وعلاش تبكي يا ولد ما علاش تبكي تحيه لميماتكم وتحيه للناس الغربه وتحيه للدريات اللي كانوا معنا قبيله في اللايف منهم فاطمه منهم خديجه منهم فراوله منهم سعد منهم كلشي الدريات اللي دعمونا اليوم كاملين والدراري اللي دعمونا كاملين
وكنشكركم وتحيه ليكم وتحيه للناس اللي كيتفرجوا فينا هنا وكيكتبوا كومونتيرات زوينين. سير انا شبغيت ليك، بغيت ليك الخير والخمير وبغيت تيسير. دخلنا عليكم بالله، وهذا سيدنا شعبان اللي جا في هذا الفيديو يتعامل معاه، الله يرحم ليه الوالدين.